أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجومي إكسترا لأخبار الفن والفنانين. ناصر القصبي، معلومات وحقائق لا تعرفونها عنه. كوميدي أضحك الملايين، يعد من أهم الممثلين الكوميديين في العالم العربي، أشهر ممثل في الدراما الخليجية، من مؤسسين الفن الخليجي. الاسم عند الولادة ناصر بن قاسم القصبي. عمره 57 عاما في عام 2019 ميلادي. أما جنسيته فهو سعودي. مكان الولادة الرياض في المملكة العربية السعودية. مكان الإقامة المملكة العربية السعودية. برجه الفلكي هو برج القوس. أما زوجته فهي بدرية البشر. أبنائه له 3 أبناء، راكان ومهند وهالة. تخرج ناصر القصبي من كلية الزراعة من جامعة الملك سعود، إلا أنه لم يحب هذا التخصص فاتجه إلى التمثيل، وكان أول دور تمثيلي له على مسرح جامعته. الانطلاقة الفعلية لناصر القصبي في عالم التمثيل كانت من خلال مسرحية التائه برفقة الممثل راشد الشمراني، وذلك في عام 1984 ميلادي. اشتهر ناصر القصبي بشكل كبير بعد تقديمه العمل التلفزيوني الشهير طاش ما طاش، الذي استمر عرضه لمدة 18 عاما، إذ أنه نال نجاحا كبيرا وحقق شهرة كبيرة. بالإضافة إلى براعته في التمثيل، هو كاتب رائع أيضا، إذ أنه كتب كتاب يحمل عنوان الرملة، الذي تحدث فيه عن رحلة قام بها مع أصدقائه إلى الصحراء، وكان ذلك عام 2005 ميلادي. ناصر هو أيضا مصور بارع، قام بتصوير أكثر من 3600 صورة، منها 240 صورة نشرت في كتابه الرملة، نظرا لشهرته اختير من ضمن أفضل 43 شخصية مؤثرة في العالم. كما شارك أيضا ناصر القصبي في لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج Arab's Got Talent، وذلك في عام 2012 ميلادي، بعد انسحاب الإعلامي المصري عمرو أديب من البرنامج. كما أيضا شارك ناصر القصبي في الموسم الثالث منه، إلا أنه انسحب من البرنامج في عام 2016 ميلادي بسبب انشغاله بتصوير مسلسل جديد يحمل عنوان العاصوف. في دراسته الجامعية تعرف ناصر القصبي على الكاتبة بدرية البشر، التي اتصلت به حينها وطلبت منه أن يكتب لهم مشهدا مسرحيا لأحد العروض التي ستشارك فيها في الجامعة.
لها ناصر القصبي أن يكتب المشهد، إلا أنه اشترط عليها الزواج بها، فوافقت وتزوجا وأنجب 3 أبناء هم راكان ومهند وهالة. في عام 2000 ميلادي ظهر في مسلسل القصر الذي قد نال المسلسل جائزة الذهبية الأولى في مهرجان الخليج. تابع ناصر القصبي أعماله إلى أن وصل إلى مسلسل كلنا عيال قرية في عام 2008 ميلادي. في عام 2009 ميلادي شارك الفنان ناصر القصبي في مسلسل جارية حمودة، وأيضا استمرت سلاسل مسلسل طاش مطاش حتى عام 2011 ميلادي، إلى أن ظهر مسلسل طيش عيال. في عام 2015 ميلادي ظهر ناصر القصبي بمسلسل جديد حقق نجاحا كبيرا وتجاوبا كبيرا عنوانه سيلفي. أما في عام 2018 و2019 ميلادي قدم مسلسل العاصوف بجزئيه الأول والثاني. ترافق ناصر القصبي مع الممثل عبدالله السدحان في مسيرة مهنية طويلة دامت 25 عاما، إلا أنهما انفصلا عن بعضهما البعض في عام 2012 ميلادي بسبب الملكية الفكرية في مسلسل من المسلسلات. وأيضا اتهام السدحان للقصبي بأنه يتهرب من المواجهة، وشاء القدر أن يتصالح الثنائي عند وفاة والد ناصر القصبي، فزار السدحان ناصر لتقديم واجب العزاء له، ونعى والده عبر حسابه على الإنستغرام. أما بالنسبة للشائعات التي لاحقت الفنان وفاة ناصر القصبي التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه خرج عن صمته وعلق على هذا الأمر نافيا ما أشيع. فكتب عبر حسابي الخاص على أحد المواقع التواصل الاجتماعي قائلا: شكرا لكم جميعا، ولمن سأل عني أنا بخير والحمد لله، محبة الناس كنز عظيم، شكرا مرة أخرى من القلب. ناصر القصبي ممثل جذب الجميع، أقنع بأدواره الجمهور وأضحكه من خلال تجسيده لشخصيات طريفة في أعمال كوميدية عرضت على القنوات الفضائية. أما بالنسبة للأوسمة والجوائز التي حاز عليها، فاز بجائزة الشخصية الإعلامية 2016 ميلادي ضمن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، بالإضافة إلى جوائز أخرى. واختارته أيضا مجلة نيوزويك ضمن أفضل 43 شخصية مؤثرة في العالم العربي في عام 2005 ميلادي، كما فاز مسلسلاته طاش مطاش وسيلفي بعدة جوائز إعلامية. شكرا لكم على المشاهدة، اشتركوا في قناتنا وفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.